أنا السؤال والجواب، أنا مفتاح السر وحل اللغز. تحت نفس الشمس. قبل أسامة عنه ركاشة ما كانش فيه رواية تلفزيونية. ما تمنعوش. أستاذ أسامة ما بيحطش كلام، بيتكلم بلسان حال كل شخصية. أسامة كل أعماله تقريباً بتبحث في النفس البشرية وبتربطها بالتاريخ. هنا اتحول الكاتب إلى بطل. مع أسامة أنور عكاشة عايزة تخجل الحوار زي ما هو بالظبط من جمال الحوار. أسامة عامل زي الجراح. كل الثقافات سيحها كده كلها ويعمل منها سبيكة، هي سبيكة الشخصية المصرية. إدى لكل ستات العالم العربي حق. المحتار هو فيلسوف مؤلف ولا مؤلف فيلسوف؟ أسامة أنور عكاشة من الكنوز الثقافية والفنية لمصر. شرف ليا إن أنا قدرت أوصل حاجة في الأعمال اللي بقدمها من أدب نجيب محفوظ. الفيلم الوثائقي الكاتب أسامة أنور عكاشة، الخميس 5 مساء على قناة مصر الأولى.